السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم. هنتكلم النهاردة عن الحرارة والرطوبة داخل غرفة التربية، وقد ايه الحرارة والرطوبة مهمة في الانتاج، وازاي نظبط الحرارة والرطوبة. ولكن في بداية الفيديو عاوز افرجكم على الحاجة الجميلة ديت اللي موجودة في ايديا، وده قميص. القميص دوت من الحاجات الجميلة جدا اللي اسعدنا الحظ ان هو يكون في ايدينا. هحطه احسن على شماعة وافرجكم عليه. ناس كتيرة جدا بتحب تسمع اغنية حبيبها، وناس بتحب تسمع اغنية قارئة الفنجان. القميص ده بتاع صاحب الاغاني ديت. بعدكم دلوقتي طبعا عارف انا بتكلم على مين. كان مغني مشهور وممثل وعمل ادوار جميلة جدا وامتعنا بالفن بتاعه على مدار اجيال. الشماعة مش عايزة تخش، خشي بقى نفك كمان زرار. متعنا بالفن بتاعه والحاجات الجميلة اللي قدمها لنا، واشهر اغانيه حبك نار، نار يا حبيبي، وكان يعني من الاغاني اللي كانت عاملة ضجة جامدة قوي هي بتاعت قارئة الفنجان دي. بسم الله ما شاء الله، نعمل بقى الزرار دي كده كده تمام زي الفل. القميص الجميل اللي قدامنا دوت بتاع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، من الحاجات الجميلة اللي اسعدنا الحظ ان احنا نقتنيها. هو بتاع صديق ليا، هو على علاقة بأسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه. ده القميص بتاعه اللي لفت نظري في الخامة بتاعته، بيلبس حاجات طبعا مستوردة. طبعا ايام زمان لو انتوا كنتوا بتتفرجوا على الافلام الابيض واسود ما كنتوش هتعرفوا تبصوا على التأثيرات الموجودة في القميص دي، ما كانتش هتبان طبعا. لكن دلوقتي مع ايه الكاميرا الالوان بتاعتنا مبينة اللبس بتاعه. كان معمول له معارض كتيرة جدا لللبس بتاعه، وكان لينا اصدقاء كانوا مشرفين على المعارض دي. القميص بتاعه تقريبا هو الحجم بتاعه ميديم، ما فيش ما يجيش عليا خالص، انا لارج، فالمقاس بتاعه صغنطوط، جسمه كان قليل الفنان. كانت من الحاجات الجميله جدا ان احنا اسعدنا ان احنا نقتني القميص بتاعه وان يكون موجود معايا ويظهر معايا في فيديو. القميص ده اثري، من الحاجات الجميله اللي المفروض نحافظ عليها. انا خدته واهتميت بيه وخليته كده، بس ربنا يكرم ان شاء الله. كنا طبعا عاوزين نعتني بيه اكتر، وكان في بقعه صغنطوطه كده كنت عاوز اشيلها، بس بصراحه انا خايف جدا ان انا اتعامل معاه. افضل ان يكون في حد يكون محترف في حاجه زي كده هو اللي يتعامل فيها. بس ده كده كان حاجه جميله كده حبيت افرجكم عليها وافرحكم للناس اللي بتتابع او اللي محبه للفنان الراحل عبد الحليم حافظ. ربنا يرحمه ان شاء الله ويغفر له ويتجاوز عنه وييسر حسابه ويتقبله من عباده الصالحين. يلا بينا نكمل موضوعنا. داخل غرفه التربيه بتاعتنا لازم طول ما انت عندك طيور ومهتم بيها واخد الموضوع بغرض الربحيه او ان انت عامله كمشروع، في ضوابط للمشروع بتاعك ده. زي ما قلنا في بداية الفيديو لازم يكون عندك ترمومتر هوائي يقيس الحرارة ومقياس للرطوبة، ويكون عندك شفاط يجدد الهواء داخل المكان بتاع التربية بتاعك. وزي ما انتم شايفين كده انا عامل كده معايا، في معايا هو الترمومتر هوائي انا حاطه داخل الغرفة عندي للقياس الحرارة والرطوبة، ودي الحرارة بتاعتنا اللي بتكون فوق والرطوبة. دايما لو انتم محتارين تعرفوا انهي حرارة وانهي رطوبة، بصوا في الجنب كده اللي جنبها حرف السي ديت مقصود بها سيليزيوس اللي هي درجة الحرارة، واللي مقصود بعلامة في المية دي كده دي بتكون نسبة الرطوبة. الرطوبة عندي هي 58% والحرارة عندي 26.9 كحرارة كويسة ومعقولة. ولكن الحرارة لها ضوابط مفروض ما تعلاش عنها ولازم ما تقلش عنها، وكذلك الرطوبة. يمكن الرطوبة بتساهم بشكل كبير في ان العصفور بتاعك يقدر يطلع لك بيض اصلا، وممكن طيور بسبب الرطوبة العالية ما تبيضش خالص وتوقف انتاج بيض. انا مش معتمد كمان على الترمومتر دوت وبس، لا انا عندي واحد تاني كمان حطه في حتة تانية عندي داخل الغرفة، ودايما بحب اخد متوسط ما بينهم. الترمومتر دوت مسجل درجة حرارة 24.7 ورطوبة برضو 58%، فكده الاتنين الرطوبة بينهم واحد، ولكن في اختلاف طفيف في درجة الحرارة تقريبا قرابة الاربع درجات. فانا بعمل متوسط دايما للغرفة عندي بين اول الغرفة واخر الغرفة من خلال الاتنين ترمومتر هوائي معايا.
بذكركم ان لسه اول مره يشوف القناه بتاعتنا ما ينساش يدينا اللايك الجميل على الفيديو ويعمل اشتراك في القناه عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجي له اشعار بيه باذن الله. نكمل بقى بقيه كلامنا. اتكلمنا كده عن الترمومتر وقد ايه وان هو مهم. طيب الحراره القياسيه بتاعتي قد ايه داخل الغرفه؟ المفروض تكون في رينج من 20 لحد 25، ما تعلاش عن 25 كتير وما تقلش عن 20. يمكن كمان لو وصلنا درجة الحرارة، يعني لو قلنا كدرجة قياسية احسن حاجة بالنسبة لنا 23 درجة مئوية تكون طول السنة في الصيف وفي الشتاء. طيب اعدل ازاي الموضوع ده او اظبطه ازاي؟ عن طريق التكييف. الشفاطات داخل غرف التربية شيء مهم جدا، ولكن الشفاط ملوش علاقة خالص بدرجة الحرارة. الشفاط له علاقة بس بالرطوبة، وهي زي ما انتوا شفتوها كده معايا 65%. طيب لو انا حبيت اخلي الرطوبة تنزل شوية عن كده اظبطها ازاي؟ ولو هي نازلة قوي اعليها ازاي؟ هقول لكم على كل حاجة بالتفصيل. الرطوبة بتاعتنا القياسية اللي المفروض تكون عند الطير في رينج من 40 ل 50%. المينيموم للرطوبة يكون 30%، والماكسيموم للرطوبة الحد الأعلى يعني للرطوبة يكون عند 70%. أكتر من 70% أعرف كده إن الجنين اللي جوه البيضة مش هيطلع. طيب لو الرطوبة عندي أقل من 30% أعمل إيه؟ بحاجة بسيطة خالص، هجيب إزازة مية بس وأرشها داخل المكان، أو الإدراج بتاعتي ديت اللي موجودة عند العصافير يعني هنظف الادراج، هكحتها بسكينه المعجون واقوم دلق فيها شويه ميه صغيرين في كل درجه حبه صغيرين، تمام؟ او ممكن تغسلها، يبقى اسمك عملت تطهير للمكان. طيب كده هتعلي درجه الرطوبه وتخليها قياسيه. طيب لو الرطوبه بتاعتنا عاليه قوي وفوق ال 70 وانا عاوز اخلي الرطوبه تكون كويسه عشان احافظ على الجنين اللي موجود جوه البيضه الصغيره، اتصرف ازاي؟ ساعتها لازم يكون عندك الشفاط اللي موجود معانا دوت. الشفاط ده اساسي يكون موجود عندك داخل غرف التربيه بتاعتك علشان خاطر هو اللي من خلاله بتتحكم في درجه الرطوبه في المكان. طيب الشفاط يتركب ازاي؟ وهل لو انا عندي شباك في المكان بتاع التربيه هل دوت يغني عن وجود شفاط؟ لا، لازم يكون في شفاط موجود، لان الشباك اللي موجود داخل الغرفه مش هيعمل تغيير لدوره الهواء بالكامل، هو بس هيعمل لك تغيير طفيف داخل الغرفه، ولكن انت عاوز الهواء يتفرغ من الغرفه بالكامل، ففي الحاله دي لازم يكون عندك شفاط. زائد كمان ان الشفاط لازم يكون محطوط في مكان يسحب هواء من مكان تاني مصدر هواء للشقه كلها وللمكان اللي فيه الطيور. يعني ما ينفعش تقول الشفاط يكون بينه وبين الشباك متر وتقول انا كده بعمل دورة هواء داخل الغرفة كلها، لا كده دورة الهواء قصيرة. يفضل الشفاط يكون في الاتجاه المعاكس لمدخل الهواء. طيب لو انا مش لاقي مدخل اعمل ايه والشباك قريب من الشفاط؟ في الحالة دي هقفل الشباك واركب الشفاط موجود عليه واخلي في منفذ ثاني داخل الشقة يكون الهواء بيخش من الباب بتاع الغرفة وياخد الهواء الشفاط يطلعه بره الشقه. ما تحاولش انك تخلي الشفاط يشتغل انه يجيب هواء من بره ويدخل الهواء داخل الغرفه، ده هيجيب نتيجه عكسيه وهيأثر بالسلب على الطيور بتاعتك. الشفاط من الحاجات المهمه اللي ما ينفعش انك تهملها، وده اساسي في عمليه التفريخ، لان هو اللي بيخلي الريحه بتاعت الامونيا اللي بتكون متجمعه في الادراج بتاعت الاقفاص ان هو يخليها تتسحب وتطلع بره الغرفه، فده المنفذ الاكيد لتغيير الهواء وتجديده داخل غرفه التربيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك على الفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اشوفكم على خير، واتقابل الفيديو الجاي في رعايه الله.